أهلا بكم إلى نشاط الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. تجمع عشائري بريف الحسكة رفضا للوجود غير الشرعي للاحتلالين الأمريكي والتركي. أعاد انتشاره في البادية الجيش العربي السوري يستهدف مواقع للنصرة في منطقة خفض التصعيد. وأهالي حلب عاصمة الاقتصاد السوري سابقا يشتكون سوء الحالة المعيشية ولا ينتظرون الوعود. أهلا بكم من جديد. واصلت واشنطن عبر ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده بث رسائل الطمأنة لحليفتها ميليشيات قسد عن معارضتها شن عدوان بري ضد مناطق نفوذها شمال البلاد، سواء ببحث زيادة حجم المساعدات لها أم تسيير دوريات عسكرية مشتركة معها في الشمال الشرقي، في حين عدت موسكو أي عملية برية تركية أمرا سابقا لأوانه في ظل الظروف الراهنة. شهدت قرية خويلد تجمعا عشائريا لأهالي ريف الحسكة الشرقية، وأفاد مراسل سما أن التجمع أتى تأكيدا على رفض الوجود غير الشرعي للاحتلالين الأمريكي والتركي ودعما للجيش العربي السوري. اليوم صفا بصف خلف قيادة الجيش، خلف قيادة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد، خلف الجيش العربي السوري ضد الاحتلال التركي، ضد الاحتلال الأمريكي. هو لقاء عشائري، لقاء لمنطقتنا، منطقتنا خويلد، جئنا من أجل أن نرسل رسالة إلى عدونا، لأعدائنا، أن هذه المنطقة عصية على الإرهاب، عصية على أمريكا، عصية على تركيا. نؤكد بأننا أبناء محافظة الحسكة وعشائرها وقبائلها، بأننا على نهج المقاومة وعلى ثقة السيد الرئيس بشار أسد بأننا أقوى من الاحتلال وأقوى من الإرهاب. نحن هنا في كما في كل المناسبات لنعبر عن ولائنا في خيمة الوطن هذه التي جمعت جميع أطياف المكونات الحسكة الكرام الرافضين للاحتلال. نحن هنا لنعلن وقوفنا وولائنا مع قائدنا، مع جيشنا، مع علمنا، تحت راية علمنا العزيز الغالي. طبعا احنا من خلال اجتماعنا هذا، الاجتماع هو رسالة للاحتلال الامريكي والاحتلال التركي انه لا وجود له بين مكونات الشعب السوري، ونحاول بشتى الوسائل طرد هذا الاحتلالي. احنا كملتقى عشائر اليوم اجتمعنا من كافة العشائر في محافظة الحسكة لنؤكد وقوفنا خلف جيشنا الباسل، ولنؤكد رفضنا التام للاحتلالين الامريكي والتركي، ونرفض تدنيس ترابنا الطاهر. نحن خلف سيادة الرئيس حتى النصر، وإن شاء الله النصر قادم. هذا الملتقى تجسيدا ودعمنا لجيشنا العربي السوري ومحبتنا لقائدنا ووطننا، وهذه الأرض لم يدنسها الإرهاب ولا كل الفصائل اللي دخلت، ونحن أتينا معبرين عشائرنا لوطننا ولقائدنا، وسنكون المنشدد على المقاومه ونكون رديفا اساسي للجيش لطرد المحتل الامريكي والتركي من هذا المحافظه وسوريا كلها. نحن ضد الاحتلال التركي العثماني، ضد الاحتلال الامريكي، ليس له وجود الاحتلال التركي على اراضينا، اراضي الجمهوريه العربيه السوريه. احنا نرفض الاحتلال التركي، واحنا مع الوطن وخلف القائد بشار حافظ الاسد، واحنا من يومنا واقفين مع ورا الجيش وحمينا الجيش وحمانا. جدد جيش الاحتلال التركي استهدافه لارياف حلب والرقه والحسكه الواقعه تحت هيمنه ميليشيات قسد، وذلك في اطار ما سميت عمليه المخلب السيف العسكريه التي اطلقها شماليه وشمال شرق سوريا في العشرين من الشهر الماضي. جيش الاحتلال التركي قصف بالأسلحة الثقيلة بلدات أم حوش وحربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، وخلف دمارا كبيرا في ممتلكات المدنيين،
أما في ريف حلب الشمالية الشرقي فقد أفادت مصادر محلية بأن بلدتي صولان وجارقلي بريف عين العرب الغربي تعرضتا لقصف مدفعي عنيف من جيش الاحتلال التركي، في حين طال القصف في اليوم السابق بلدات صولان والبياضية وزور مغار وكولتب ودفة مغار بريف عين العرب، أرغم السكان على النزوح نحو مدينة عين العرب التي غدت مكتظة بالنازحين عقب تكثيف القصف الجوي والبري على أرياف المنطقة قبل نحو 4 أسابيع. من جانب ثان، لا يبدو أن وتيرة التصريحات التركية الخاصة بتقديم العروض لدمشق بهدف تنظيم لقاءات رسمية تجمع ساسة البلدين ستتوقف قريبا حسب صحيفة الوطن المحلية، لا سيما أن ارتفاع منسوب هذه التصريحات بدا مرتبطا وبصورة علنية بالانتخابات التركية المقبلة والتي يشكل فيها الملف السوري واحدا من الملفات الأساسية التي تهم الأتراك الباحثين عن حلول للمشاكل التي ورطتهم بها سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. التصريحات التركية المتتابعة التي كان آخرها ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس الفائت بخصوص تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإيجابية عرضا منه لعقد لقاء ثلاثي يجمعهما مع الرئيس بشار الأسد، لاقت بالمقابل مواصلة للصمت السوري الذي قد يكون بمثابة تأكيد جديد من دمشق بأنها ما زالت على شروطها المعلنة لعقد مثل هذه اللقاءات. أبقيت المواقف الرسمية المعلنة عند التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية والمغتربين منتصف الشهر الفائت التي أكد فيها بأن دمشق لن تقدم على أي خطوات ما لم تبدي أنقرة حسن نيتها التي تبدأ حسب المقداد من القضاء على الإرهاب وبعدم دعم الإرهاب والانسحاب العسكري من الأراضي السورية ووقف أي دعم لجبهة النصرة وداعش. على صعيد الرسائل الأمريكية لثني إدارة أردوغان عن القيام بعدوان بري داخل مناطق سيطرة قسد المتهمة بتدبير تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول، وصلت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن تسيير دوريات عسكرية مشتركة مع الميليشيات، إذ سيرت دورية مشتركة هي الثانية في غضون أسبوع بعد تعليق عمل الدوريات من قبل قسد نهاية الشهر الفائت اعتراضا على القصف التركي لمناطق نفوذها. أبينت مصادر محلية في مدينة القامشلي شمال الحسكة بأن الدورية العسكرية المشتركة لقسد مع جيش الاحتلال الأمريكي والمؤلفة من 4 دبابات وعربة هامر انطلقت برفقة قوات قسد من مدينة رميلان وصولا إلى بلدة تل معروف. أشارت المصادر إلى أن عناصر الدورية توقفوا خلال مسيرهم في قرى للحديث إلى سكانها بهدف بث الطمأنينة في نفوسهم بعدم شن إدارة أردوغان عملية غزو بري تجاه مناطقهم. وبالتوازي مع ما سبق، دفع الجيش العربي السوري بتعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة منبج بريف حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد. حسب مصادر أهلية فأن الجيش استخدم تعزيزات ضمت عدة دبابات وراجمات صواريخ وعربات مصفحة باتجاه مدينة منبج شرقية حلب وأنشأ نقاطا عسكرية قربها، وكانت دفعت دمشق بتعزيزات عسكرية إلى مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشرقية في 17 تموز يوليو الماضي. في السياق، لا تزال محطة مياه علوك متوقفة عن العمل منذ 4 من الشهر الماضي بسبب اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الموجودين في المنطقة. في لقاء سابق مع قناة سماء أفاد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب الحسكة المهندس محمود عقلة بأن قطع المياه عن مدينة الحسكة مستمر نتيجة استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الموجودين بريف مدينة رأس العين بالتحكم في تشغيل محطة علوك والتعدي على الشبكة الكهربائية المغذية للمحطة،
ما أدى إلى توقفها عن العمل، إضافة إلى منع ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة من دخولها لصيانة أبارها وتجهيزاتها. ولفت عجلة إلى أن المؤسسة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإغاثية مستمرة بتأمين مياه الشرب عبر تعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل محطات التحلية الموجودة في عدد من النقاط ضمن مدينة الحسكة لتأمين المياه الصالحة للشرب. في ريف الحسكة الشمالي الغربي، واصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف بلدتي تل اللبن والكوزلية بالمدفعية وللأسبوع الثاني على التوالي. لم يكد الاحتلال الأمريكي يعلن عودة نشاطه فيما أسماه مكافحة تنظيم داعش الإرهابي بعد تعليق قسد لعملياتها مع الأمريكيين احتجاجا على موقفهم من التصعيد الأخير للاحتلال التركي على مناطق انتشارهم، حتى عاد هذا النشاط بصورة مضاعفة للتمسك بذريعة وجوده غير الشرعي على الأراضي السورية. الأمريكيون يريدون من عمليات الإنزال الجوية الأربع التي نفذوها في أرياف دير زور الشمالية والشرقية وريف الحسكة الشرقي خلال أسبوع واحد فقط إظهار جهدهم المزعوم في منع عودة خلايا تنظيم داعش والاحتفاظ بذريعة البقاء غير الشرعي في شرق البلاد واستمرار نهب وسرقة مقدرات الشعب السوري. ولا يكتفي الاحتلال الأمريكي بفرض عقوبات على الشعب السوري، إنما يحرص على امتلاك كل الأدوات الممكنة لممارسة أقصى الضغوط لكسر إرادة المواطنين وإضعافهم. يتخذ الاحتلال الأمريكي من أنشطة خلايا داعش سبباً للحفاظ على نافذة وجوده في منابع النفط والغاز شرقاً، والتي وإن كان يفسح المجال لحليفته قسد بالاستفادة الجزئية من وارداتها، لكنه يسعى دائما إلى عرقلة أي عودة للدولة السورية لاستعادة السيادة الوطنية على ثروات البلاد، لأن ذلك يعني تأمين المحروقات ذاتيا دون الحاجة لصرف مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي. لذلك فالأمريكيون يفضلون وقوع آبار النفط والغاز تحت سيطرة الاحتلال التركي على عودتها للدولة السورية، وهو ما يفسر تصلب قسد في مواقفها في أي تقارب مع دمشق بسبب وجود فيتو أمريكي دائم يمنعها من تحقيق تسوية وطنية، لأن ذلك سيعني كسرا داخليا للحصار الأمريكي الغربي وكرتا أحمر لواشنطن ينزع منها ذريعة وجودها غير الشرعي أو المبرر على أراضي البلاد. وأي مخالفة قسدية للتوجهات الأمريكية ستعني منح واشنطن ضوءا أخضر للأتراك ومرتزقتهم لاحتلال هذه المناطق. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. الجيش العربي السوري واصل الرد على خروقات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد، وأوقعت وحدات منه قتلى ومصابين في صفوف الدواعش في البادية الشرقية. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع لتنظيم النصرة في الفطيرة وكفر عويد ومنطف وسان وسفوهن وكنصفرة وبنين أطراف البارة ورواحة ومجدلية بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبية. أشار المصدر إلى أن ضربات الجيش جاءت ردا على خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد واعتدائهم بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمحاور التماس بريف إدلب الجنوبية الشرقية، لافتا إلى أن محاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي شهدت هدوءا حذرا في الساعات الماضية. وأما في البادية الشرقية فقد أوضح المصدر أن وحدات الجيش أعادت انتشارها وتموضعها في بعض القطاعات بباديتي تدمر ودير الزور، وأوقعت العديد من الدواعش قتلى ومصابين بعد أن كثفت عمليات تمشيط قطاعاتها من خلايا التنظيم الإرهابي. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية،
نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في معظم المناطق الداخلية. وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحار خفيف ارتفاع الموج. غدا تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام. تتشابه الحالة الاقتصادية الحالية التي يعيشها أهالي محافظة حلب مع حال بقية المحافظات، حيث تندرج كل الاحتياجات تحت قائمة التأجيل بسبب ارتفاع الأسعار الذي لم يعد يضبطه أي إجراء، فضلا عن قلة المحروقات التي انعكست بشكل سلبي على غالبية مفاصل الحياة في تلك المحافظة التي كانت عاصمة الاقتصاد السوري يوما. هذا مسؤول غير ورجيك اش تحت كرافطة ورجيك حوالي مش شاو من تحت. وين المسؤولين؟ مسؤولين عن ايش؟ عن ايش مسؤولين؟ رزق بيني باللحم وبالحم هذا كان في الماضي. حلب المدينة المفعمة بالحياة والعمل والنشاط، والتي عرفت بقلب الصناعة ونبض الاقتصاد السوري، أصبحت في هذه الأيام مدينة مترهلة تراها هي ومعاملها ومنشآتها وورشها، تنعدم فيها الحياة، أهلها مثقلون بأعباء الحياة الصعبة وهمومها. أنا ميت، أنا لا تطلع على طعمي، طعمي مش حيدي. أورجيك أش تحت الكرافطة، أورجيك حوالي مش شاو من تحت. هذا مصروف هيك أروح مشو إلا حتى حاخذ نصرة الخبز. وين المسؤولين؟ كله غلا، شغل ما في، تجار حرامية، تجار هنا أنا بنبو بلد. ما اشتغلوا اثنين ثلاثة ما بيقدموا للبيت، ما في مصاري، ما في مصاري، ما في مصروف، ما في مادة. يا عم نروح نشتغل تشتري لحمة، اللحمة استغفر الله العظيم صارت بالحلم. ما عم ندفع شيء على حرامات بس. ليش؟ لأنه ما في مازوت، ما في غاز، ما في شيء يعني هيك. إحنا كنا مثلاً بخط المقبول، صرنا المعقول، المستطاع، المتاح، بعدين تحت خط الفقر، عرفتي؟ أي ما بقى في. عربي فصيح، في ناس عم تحول من برا لجوا، في ناس إلهم أهالي برا عم يساعدون. في ظل الشتاء البارد، شح في كل مقومات الحياة الضرورية كالغاز والبنزين والكهرباء والمواصلات، ناهيك عن المواد التموينية الغذائية التي وإن وجدت فبأسعار خيالية يعجز فيها المواطنون كما يقولون على سد تكاليفها، فكيف بأعباء تكاليف الأمبير وشجع أصحابه الذين يرفعون سعره أسبوعا بعد الآخر، والمواطن مجبر على دفعها حتى لو حرم أولاده من لقمة الطعام. تدفئة مازوت ما في إلا في السوق السوداء طبعا بأسعار خيالية. ضليت بالساعة 9 للعشرة ونص وصلت لهم من سيف الدولة. خالصين، أنا عايش من قلة الموت. مازوت 11,000 ليرة، البنزين ب 20,000 ليرة، أمبيرات منطقة الشرقية 40,000 ليرة. كل شيء غالي 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 غالي، سمنة غالية، زيت غالي، سكر غالي، شاي غالي، كل شيء غالي. ما في، ما ضل شيء. وعبروا مواصلات لتستنى سرفيس الصبح، المساء ما في سيارة. ما في، لا بالليل، لا الصبح، لا الظهر، للمساء. وين المسؤولين؟ مسؤولين عن ايش؟ عن ايش مسؤولين؟ 15 لهلا ما بتجيني لا 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 لنا رساله ولا لنا شيء، والمباشر صار لي 3 اشهر ما بيجينا، وقومي اشتري حر مالي قدر على شراء الحر. عم ننام بلا عشاء وبندفع الامبير 20,000 ثلاث ساعات ونص. ذكريني باللحم وبالحم هذا كان في الماضي. حال يسوء يوما بعد يوم، والمواطن على حد قوله الذي صبر سدي الحرب الطويلة على أمل الانفراج ينتظر حلولا إسعافية سريعة من المعنيين. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.
استقبلت محافظة درعا عددا كبيرا من الطلبات من أصحاب المنشآت المتوقفة أو المخالفة لإعادة إقلاع منشآتهم أو ترخيص أخرى جديدة في كل المجالات، تمهيدا لتسوية أوضاعها ودخولها سوق العمل. هذا وتلقى فرع هيئة الاستثمار في درعا 600 طلب استجابة للبلاغات الصادرة، ويتم حاليا دراستها وإجراء الكشوف اللازمة لها وإنجاز تسوية أوضاعها. هذا وكان أصدر رئيس مجلس الوزراء البلاغين 41 و42 بتاريخ الخامس من شهر تشرين الأول، وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة وإعادة إقلاع المنشآت المتوقفة ودخولها حيز الإنتاج والعمل. وضع فرع المخابز بدرعا خطي إنتاج جديدين بالخدمة بمخبز نوى الآلي بطاقة إنتاجية بلغت 20 طن يوميا، وذلك بدعم من برنامج الغذاء العالمي WPF وفرع الهلال الأحمر العربي السوري. سعيا لتحسين واقع المخابز والوصول لأفضل مستويات الإنتاج بجودة رغيف الخبز، المؤسسة السورية للمخابز تركب خطي إنتاج جديدين في مخبز مدينة نوى الآلي بريف درعا الغربي، وذلك بدعم من برنامج الغذاء العالمي وفرع الهلال الأحمر العربي السوري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنا يوميا وسط وتيرة عمل مستمرة من قبل الجهات المعنية لتأمين مستلزمات الإنتاج بما فيها المحروقات اللازمة لعمل الأفران رغم شح المشتقات النفطية. تم القيام بتركيب خطوط إنتاج في مخبز بصرة وخطي إنتاج في مخبز نوى، وكذلك خط إنتاج في مخبز وكذلك خط إنتاج في مخبز تشرين ومخبز البلد الاحتياطي ومخبز إزراء الآلي. طبعا جميع هذه الخطوط من أجل إيصال رغيف خبز يليق بالمواطن وتحسين الواقع الفني لهذه الخطوط، أو عن طريق التدخل المباشر للمؤسسة السورية للمخابز من خلال التركيب كل ما يلزم. تركيب هذه الخطوط شكل أثرا إيجابيا ملحوظا في تحسن واقع الخبز، بما يسد قسما كبيرا من حاجة المحافظة لخطوط الإنتاج الحكومية والتي تهالك قسم كبير من تجهيزاتها. من نتائج تحديث الخطوط نوعية الخبز ممتازة أصبحت، وقمنا بتغطية مخصصات كافة مدينة نوى، وحتى في حال توقف المخابز الخاصة نقوم بالتغطية الكاملة. المخبز ينتج 17 طن و450 كيلو غرام دقيق، ما يعادل 20 طن و500 خبز بنوعية ممتازة وجيدة وتصل لكافة المواطنين بأفضل الحالات. جهود متواصلة للعاملين في قطاع المخابز، ما يفترض تقديم الدعم أكثر للعاملين في هذا القطاع لدفعهم باتجاه استمرار عملية الإنتاج. في فرق صار بالنسبة للأيام السابقة، الحمد لله رب العالمين أمورنا بخير وجيدة. طبعا نطلب احنا في عندنا نسبة عمال ميومين كبيرة، نطلب تفيدة دنيا بالرواتب بالحوافز في طبيعة العمل، نطلب انه يعني يكون في طبعا في ساعات عمل طويلة بنعاني منها الأمر هذا، نطلب انه يكون في نظرة عطف هيك لهالأمر هذا. رغم جميع ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا وتبعاته، تسعى الدولة السورية بكل إمكانياتها لتأمين كل مقومات صمود السوريين في كل الاتجاهات. فراس الأحمد لقناة سما الفضائية، مدينة نوى، ريف درعا الغربي. افتتحت المؤسسة العامة للتبغ مركزي استلام المحصول من المزارعين في الفريكة وعين الكرومب في منطقة الغاب بريف حمال غربي، وبدأت عمليات استلام المحصول في المركزين لصنفي البرلي والفرجينيا بمعدل توريد قدره 250 طردا يوميا، حيث قدمت المؤسسة العامة للتبغ هذا العام دعما للمنتجين شمل الأسمدة والمبيدات، فضلا عن تقديمها أكياس الخيش مجانا للمزارعين. في السياق تم تشكيل لجنة مهمتها دراسة السعر في ضوء تغير أسعار مستلزمات الإنتاج. قدرت مديرية الزراعة بحماء إنتاج 28,806 أطنان من محصول البطاطا الخريفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها خلال الموسم الحالي. وأوضح معاون مدير الزراعة الدكتور سطام خليل
أن المساحة المزروعة بالبطاطا الخريفية هذا الموسم بلغت 1700 هكتار، تركزت معظمها في مناطق محردة والحمرة وخطاب والزوار وغيرها وعلى أطراف مركز المدينة، مبينا أن المديرية قدرت الإنتاج بأكثر من 100 أطنان بطاطا في الدنم الواحد، وهي برأيه نسبة قليلة مقارنة بالسنوات الماضية. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.